السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم كل خير، معكم أخوكم سلطان قطاني من موقع التقني بلا حدود. اليوم عندنا استعراض للهاتف الذكي الأقل سماكة بالعالم، فيفو إكس 5 ماكس. هذا الهاتف يأتي بسماكة 4.75 ملم. لما تقارن هذه السماكة بالأوبو آر 5 فإن السماكة الخاصة بالأوبو آر 5 4.85 ملم. سماكة جدا ممتازة بجودة تصنيع من الألمنيوم ووزن كامل 146 جرام. الشاشة الموجودة عندك هنا 5.5 انش بتقنية السوبر اومليد وبدرجة وضوح او بدقة 720. طبعا الجهاز يأتي بمعالج خاص بكوالكوم، معالج بثمانية انوية. طبعا هذا المعالج يعني قاعد يعطي اداء كويس من ناحية التجربة السريعة لهذا الجهاز اللوحي، ما واجهنا فيه مشاكل. مخصص للسوق الصيني، سعة 16 جيجا بايت، 2 جيجا بايت للذاكرة العشوائية. الكاميرا طبعا 13 ميجا بكسل، لكن الكاميرا الامامية 5 ميجا بكسل. دائما الهواتف الصينية تأتي بكاميرات أمامية بدقة أكبر مقارنة بالنسخ العالمية. في هذا الهاتف نسخة شريحتين، فممكن تستخدم شريحتين بنفس الوقت. ما في للأسف معلومات إذا كان هذا الهاتف راح يكون متوفر في السوق العالمي أو حتى على الأقل في السوق السعودي، لكن يعني على الأقل حبينا نوريكم هذا الهاتف المميز. أزرار التحكم بالنظام موجودة في أسفل الشاشة، تعمل بتقنية اللمس المتعدد. الشيء اللي لاحظته أنه في منفذ صوتي 3.5 ملم، غير الأمر الممكن اللي أو غير متواجد مع الأوبو آر 5 اللي ما كان يملك هذا المنفذ. مايكرو سبي 2.0. الساعة الداخلية للأسف 16، فبالتالي ما في منفذ ذاكرة خارجية، فراح تقعد مع 16 جيجا بايت. نظام الأندرويد الموجود في هذا الجهاز أو الهاتف المحمول 4.4 مع الواجهة الخاصة بشركة فيفو، واللي أبرز ما يتميز فيه الواجهات الصينية أنه ما في قائمة تطبيقات. أشوفكم على خير إن شاء الله، مع ألف سلامة.